السلام عليكم، انتم في مطبخ نريمان. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم الطعام بالكوردة ولا بالخرشف. نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا هذا الخرشف، هذا الخرشف ولا الكاردة، كل واحد كيفاش يسميها. انا درك ندير نبداو لاصوص ولا المرقة تاع الطعام، وما دير نروح نطوي. ديري على حساب افراد العائله كميه اللي حبيتي. بسم الله. نزيد عليهم البصله، حبه بصله، حنا رانا نورو المبتدئات العرايس بزاف. كل وحدة توري لكم طريقتها، حاجة اللي عجبتكم ديروها. حتى نخليوها بدا يتقلى شوية. قلت لكم كما قلت لكم المرقة تاع الطعام ما تكلفش بزاف تقلية. نزيدوا عليها حبة طماطيش سكرفجة، نقلو كلش مع بعض. نزيد طماطيش مصبرة، ديري حتى تمغرب صغيرة. إذا حبيتي ما تكثرش طماطيش، هاد الطماطيش مصبرة تقرس لك المرقة. ديري برك هكدا مغرف صغيرة. زيدوا عليهم الزروديه واللفت، تقطع كل وحده تقطع كما تحب، كاين يقطعوهم طوال، انا ما نحبش الطوال. هكذا نديروا الزروديه واللفت. قلنا درنا الزيت، البصل، اللحم والدجاج. الا حبيتي ديري برك باللحم ولا بالدجاج، انا بقى لي شويه صدر، عفوا الظهر تاع الدجاج درته مع اللحم. زدت له طماطيش مسكرفجه وطماطيش مصبره، نزيد له هنايا البصل، عفوا الزروديه واللفت. القرعه نخليها للاخير، في الاخير ماشي دركا. نص طياب، نص طياب نزيد عليهم القرعه. تقدري تاني تزيدي حبه بطاطا ولا زوج، كي حنا نحبوها بدا البطاطا في لاصوص تاع الطعام. نديروا شويه فلفل كحل، ديروا فلفل عكري، ديري مغرفة هكدا كبيرة. ديروا مغرفة صغيرة تاع راس الحانوت. مغرفة هكدايا تاع راس الحانوت. درنا فلفل عكري، راس الحانوت، والفلفل الكحل. دركا نخلي كل شيء يتقلى. نبدا نخليهم يتخلاو، نزيد الملح، نسيت الملح. بسم الله. الملح تملحي على حساب كيما حبيتي، كاين يحب بزاف الملح، كاين ما يحبش. دركا نخليهم حتى يتقلاو شويه. انا خليت الماء سخون يتقلاو شويه، نزيد عليهم الماء سخون المرق. الى عندك الحميصه زيديها، انا ما عنديش الحميصه، ندير برك الخضر. انت الى عندك الحميصه ديريها دركا. كي تقلاو شويه نولي لكم نمرقو. ديري تحكمي الخرشف تاعك هكذا، تنحي له هذو الاطراف من كاين الشوك هكذا. تي دروك الى حبيتي تحكمي حبيتيهم كبار تقطعيهم طوال ولا رقاق.
تقلى شويه الخضر مع الدجاج واللحم، نزيد له الماء ونخليه يرقب. انا درك راح نزيد نكمل نقطع الخشب تاعي في الفور، كيفور ان شاء الله يطيب، يطيب لي اللحم نزيد له لداخل نرمي له الخرشف، ونروح انا درك راح نطيب الطعام ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. طب الخرشف اهو انا رميت الخرشف وزدت القرعه والبطاطا، درك نخليها هكذايا يطيب ونولي لكم في صحن التقديم. كي طيب لي الطعام وطيب لي المرقه نولي لكم في صحن التقديم. تاع الخرشف راه واجد جا ما شاء الله، واللي عجبتها الوصفه تشارك في القناه، والسلام عليكم.